بيكم. انا دكتور ياسر فايق سيف، ابن المرحوم الدكتور فايق سيف. احنا بنكمل القوافل الطبيه بتاعت الوالد الله يرحمه. احنا سيبنا نشكر طبعا الانتهاء اللي ادونا المؤهد بتاعت القافله المره دي، الدكتور اللي هو محمود العشماوي امن محافظ الوادي الجديد. نشكر وكيل الوزراء الدكتور محمد سيد موسى، وبنشكر طبعا احنا اول يومين كان في الفرصه اللي هو محمد العدوي كان رئيس المدينه، الحقيقه يعني فتح لنا المستشفى وعمل لنا كل اللازم لخدمه القافله، ومع الدكتور احمد هناك ان شاء الله ربنا يبارك لهم هما الاثنين. القافله كانت اول يومين في الفرصه، واحنا اكتشفنا على التواجد معين وعملنا التواجد زي في عمليه كبرى وممكن عمليه صغرى في اول يومين. واحنا دلوقتي حاليا موجودين في الدخله وجاري الكشف، عملنا عمليات من امبارح الليل، وان شاء الله هنوعدكم بحاجه